أمس بك هذا اليوم لأشواط التميز، الأشواط الرئيسية، حضرة هملولة وراشد بن حسن بن راشد الجفاني النعيمي. يستاهل النعيمي، يستاهل، يستاهل البيرق والوشاح، يستاهل، يستاهل البيرق ويستاهل الوشاح. هذا هو أيضا البندق والبيرق والوشاح، يستاهل. هذا هو راعي هملولة أيضا اللي فازت بالشوط الأول الرئيسي، راشد بن حسن بن راشد الجفاني النعيمي. الشوط الأول الرئيسي كان شاهين. أيضا حمد بن سعيد بالزاويح يستلم المكتب، هذا هو بالزاويح يستلم المكتب، يستاهل بالزاويح. الشوط الأول الثالث، نعم، لشوط التميز كانت الشاهينية مبارك بن محمد البريدي الهاجري، وتوقيت وتوقيت الأفضل، يستاهل البريدي على هذه البندق، ويستاهل البريدي، يستاهل أيضا راعي التحديات، وكانت هي تفضل التوقيت الأفضل لسباق هذا اليوم في أشواط التميز، دقيقتين و12 27. يستاهل البريدي، يستاهل راعي الشاهينية مبارك بن محمد البريدي الهاجري. الشوط الرابع كان أيضا الحنيش راشد بن حبونة، يستاهل بن حبونة، يستاهل الخنجر والبيرق والوشاح، يستاهل. نعم، هذا هو بن حبونة قادم للمشاركة، يستاهل راعي الحنيش، هذا هو الخنجر، الخنجر والبيرق، يستاهل، يستاهل البيرق راعي أيضا، يستاهل أيها الحفل الكريم، هذا هو بن حبونة راعي الحنيش اللي فاز براشد بن محمد بن حبونة، يستاهل. الشوط الخامس كانت إبعاد منصور بن عبد الله بن سالم الهاجري، هي من أبعدت، أبعدت في هذا الشوط، وتهانينا لك يا منصور على هذا الأداء. منصور بن عبد الله بن سالم الهاجري يستاهل، هذا هو البيرق والبندق والوشاح بهذا اليوم، تهانينا والناموس لك يا مالكي. أيضا يستاهل، يستاهل الناموس منصور بن عبد الله بن سالم الهاجري، يستاهل، يستاهلون، هذا هو يستاهلون، دي صورة تذكارية، يستاهلون. الشوط السادس كان أيضا شاهين وسعيد بن عبد الله، أيضا يستاهل أبو عبد الله سعيد بن عبد الله، صورة تذكارية، صورة تذكارية شباب، صورة تذكارية أيضا تعبر، أيوة تعبر عن الفائزين. أيضا يستاهل راعي هملولة راشد بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي، يستاهل، يستاهل ايضا راعي الشاهينيه راشد بن محمد راشد بن حسن الجفالي النعيمي، ويستاهل شاهين سعيد بن سالم بالزيوح، ويستاهل راعي الشاهينيه مبارك بن محمد بن مبارك البريد الهاي راعي افضل توقيت لشوط التميز، ويستاهل منصور بن سالم، منصور بن عبد الله بن سالم الهاجري، هذه هي الصوره التذكاريه ايضا، وراعي الحنيش ايضا يستاهلون. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، لقد وصلنا لختام سباق هذا اليوم، شكرا للمعجزه النادره وطاقمها، وايضا الخير بن محمد وعبد الله بن محمد صالح داهرهم الى الغسلام. السلام عليكم ورحمه الله.